معاكم علي بن صلاح البحسين، مؤسس شركة روبيز قطر. كونسبتس اللي احنا طبعا يبناها قطر هي ساعة وليدي. طبعا من مميزات ساعة وليدي انها تسمح لأولياء الأمور انهم يتواصلون مع ابنائهم. هذه الميزة الاولى. الميزة الثانية انهم يقدرون يتتبعون الطفل في وين، يعني في خريطة موجودة في الابليكيشن ممكن يشوفون موقع الطفل، هل هو في المدرسة. طبعا الرسالة اللي انا حابة اوصلها لأولياء الأمور ان الساعة هذه تحافظ على سلامة الطفل، في نفس الوقت تخلي أولياء الأمور على اتصال بالأطفال.